السلام عليكم شباب بخير، لاباس عليكم؟ هانين كي مع الصحة؟ مزيان. كيف العادة كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. بالنسبة لليوم ان شاء الله الدرس ديال اليوم غنشوفوا الكومبريسور، كومبريسور دير هاد ليليمو اللي غنشوفوا كيفاش كينتج لينا هذيك الطاقة ولا هذيك اللي البريسيو دير اللي كيخدم بها السيستيم دو فريناج بنوماتيك. نعاودو نذكروا قبل ما نبداو، نعاودو نذكروا بداكشي اللي شفنا في الحصة اللي فات. كنا ديجا هضرنا على سيستيم لو برينسيپ دو فونكسيونمون دو سيستيم دو فريناج بنوماتيك، هضرنا عليه اون جينيرال. يعني شنا اون جينيرال؟ يعني شنا كذلك شنا لي زيليمون اللي كيتكون منهم، شنا شاك اليمون لون بلاسمون ديالو في السيستيم، وشاك اليمون شنا الدور ديالو. نعاودو نذكرو بلي زيليمون اللي عندنا في السيستيم. عندنا كومبريسور دير، عندنا ريغيلاتور دو بريسيون، عندنا فالف دو سيكوريتي 4 فوا ولا 4 سيركوي، عندنا لي ريزيرفوار دير، عندنا الفران دو ستاسيونمون، عندنا روبيني ابي اللي كيكون عندنا في بيدار دو فران، عندنا الكوريكتور دو فران، و لو بومو اريير اي بومو افو. دابا اليوم ان شاء الله غادي نشوفو اول اليمون. يعني غنشوفو كل اليمو لو رول ديالو، البرانسيب دو فونكسيونمون كيفاش كيخدم. اليوم ان شاء الله نشوفو الكومبريسور. اول اليمو عندنا ولا اول عنصر عندنا هو الكومبريسور. الكومبريسور شنو الدور ديالو؟ يعني لو رول ديالو نعاودو نذكرو بلو رول، كنا ديجا هضرنا عليه ولكن نعاودو نذكرو بلو رول ديالو. يعني شنو كيدير الكومبريسور داير في سيركوي دو فريناج بنوماتيك؟ لو كومبريسور اي ترانسفورم l'énergie mécanique en énergie ou là en énergie en pression d'air. يعني كي ترانسفير كيحول ليا واحد لينيرجي، واحد الطاقه حركيه اللي كتجي من الموتور، لانه كيدور مع الموتور، كيحول ليا واحد البريسيو دير، واحد الريح مضغوط باش كيخدم به السيستيم دو فريناج. يعني هو كيشدنا هذاك لير كيأسبيريه، يعني كيفاش كيحول لي هذيك الحركه؟ كتجي الحركه من الفيلبروكا، هاد الفيلبروكا كيدور كيحرك لي هاد البيستون، البيستون كيهبط ويطلع، مني كيهبط كيد لي لاسبيراسيون، ومني كيطلع كيد لي الكومبريسيون والروفولمو في نفس الوقت. واضح؟ يعني هذيك الحركه اللي هي ميكانيكيه اللي كانت عنده جايه من الموتور في الاول، تحولت ليا واحد الطاقة اللي هي انرجي، اللي هي بريسيو دير. كيفاش؟ يعني البرانسيب بحالو بحال الموتور. البيستون ملي كيهبط كيدنا لاسبيراسيون، هنا لاسبيراسيون تكون من الجهة ديال لادميسيو، يعني تجينا من الجهة اللي فيها الريح. الجهة اللي فيها الريح لاحظو السوباب كيكون هنايا في اتجاه ديال لير، يعني السوباب يكون بوزيسيون اوفيرت. العكس ديال السوباب الاخر اللي كيجي في 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 في, في العكس ديال لاسبيراسيون غيكون فيرمي. يعني ملي غيكون هابط البيستو شنو غيدير؟ غيدير لنا لاسبيراسيون، غيجر هاد السوباب غيتسد، وغيجر هذا غيتحل، بالتالي غيدخل لنا لير من هنايا. غيدير لنا هنا ادميسيون، هنا درنا لادميسيون، يعني ها هي لاسبيراسيون درنا لادميسيون. دابا شنو يدير؟ عاود يدور، اي ياخد حركه من الموتور ويعاود يدور الفيلبرو كيدور باش يطلع البيستون، بيستون اي الغومونت يعاود يطلع لانه كان ديجا هبط. ملي غيطلع شنو غيدير؟ اي كومبريمي ليا هذاك لير، لير مي هاد كومبريما، يعني غيرفع لنا الضغط على حساب السيركوي كيفاش باش خدام، باش من ضغط خدام على حساب لي فليكسيبل لي مونطين، على حساب لي زيليمو شحال ديال الضغط يقدروا يصبروا ليه، يعني على حساب الكونستركتور. تقريبا الضغط هنايا تقريبا بين 6 حتى 20، يعني من 6 بار حتى 20 بار تقريبا في السيركوي بنوماتيك. يعني دائما كنقولوا تقريبا، هادي فالور اللي كيتبدلوا، يعني الا خصك دير الميزاجور شاك جو، الا بغيتي تاخذ لي فالور صحاح. يعني كيف قلنا هاد البريسيو تقريبا بين 6 حتى 20 بار. كيضغط لينا هاد الريح اللي كيدخل من هنايا، ملي كيضغط كيف قلنا هنايا هذا كيجي العكس ديال لابريسيون، الكومبريسيون كيتسد، هذا كيجي في اتجاه ديال الريح هنايا اللي تضغط، كيكون بوزيسيون اوفيرت،
يعني كدنا لاسبيراسيون من هنايا اللي هي هذه، وكيد ليا الكومبريسور الفولمو من هنايا يعني فيغ لو سيركوي. لي ليمو اللي هنا الاول يعني اللي غيتلقى لهاد البريسيو شكون هو؟ هو الريغيلاتور. يعني دائما كيف كنقول لكم في اي سيستيم اي سيركوي كتنتج فيه واحد الطاقه واحد الانرجي، خاصنا نتحكموا في ديك الانرجي، سواء البريسيو ديال الزيت، سواء الماء، سواء الضوء، سواء اي، خاصنا نتحكموا في داك الانرجي اللي طالع لينا كننتجو. ولما تحكمناش في الانتاج غيتنتج لي اكثر من داكشي اللي باغي. بالتالي هنا لا بريسيون اللي محتاجنا مثلا نديرو هنا الماكسيموم. مثلا حنا ناخذ المويه مثلا خدام ليا ب 12 بار، هاد السيستيم خدام 12 بار. الا هذا خليته يعني كي كومبريمي، اش كيدير؟ كي اسبيري كي كومبريمي، كي اسبيري كي كومبريمي، شنو غيوقع؟ الضغط يرتفع عندي، بالتالي هنا الضغط، هذاك الضغط لفات ليا ديك 12 بار. 12 بار هي اللي يقدر يصبر فيها ديك الفليكسيبل اللي دايز فيه الريح، او لا ديك لي كلابي كيقدروا يصبروا 12 بار. الا فات 12 بار هنا غيدي فيك شي ديال ويوقع لنا مشكل. يعني باش نحافظ على ديك 12 بار خاصني ندير واحد السيستيم ديال ريغيلاسيون، اللي هو الريغيلاتور هو اللي يريغي ليا هذاك لا بريسيون. غنشوفو ان شاء الله من بعد الكومبريسور. يعني هنا نرجعو للكومبريسور، الدور ديالو شنو هو؟ كيترونسفورمي ليا، كيحول ليا واحد الحركة، واحد الطاقة حركية اي واحد البريسيو ديال واحد الريح مضغوط، هو باش كيخدم به السيركوي ولا السيستيم دو فريناج بنوماتيك. دابا هاد الكومبريسور هذا باش يخدم خاصو شي حوايج باش يخدم، يعني لان توا فيه دي زيليمو ميكانيك، واضح؟ يعني عندنا هنا دي زيليمو ميكانيك، عندنا فيل بروكان، عندنا ليكوسيني، عندنا بيال، عندنا البيستون، يعني خاصو يتكريسا، يعني دارو خاصو تا هو الزيت، يعني تا هو كدار ليه مانتونوس. يا يعني اما الزيت غياخدها من الموتور، غيكون كيتكريسا مع الموتور ياك الموتور ديال الفيوكين، يا يعني اما غيكون عندو الزيت ديالو بوحدو فوالا. ولكن اغلب الظن واغلب ماشي اغلب الظن يعني لي بلو يوتيليزي في لي فيوكين انه كياخد الكريساج من 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 الموتور، واضح؟ ولكن كاين بوسيبيليتي انك تقدر دير ليه كارتير راسو بوحدو، هو يكون فيه مثلا كارتير بوحدو وهو يكريسي راسو، واضح؟ يعني حتى هو ضروري خاصنا نراعيو الزيت ديالو باش كيتكريس. يعني الا بغينا تكون لا ديوري دفي ديالو ديال العيش ديالو مده طويله، خاصنا نعتنيو بهاد الزيت هادي، سواء كيتكريس مع الموتور راه اوتوماتيكمون غادي يتبدل الزيت مع الموتور، الا ما كانش كيتكريس مع الموتور خاصك تبدل ليه الزيت ديالو مره مره، واضح؟ كيف قلنا هنا الدور ديالو نعاودو انه كيدير لاسبيراسيون، كيدير الكومبريسيون، كيدير الرفولمون للسيركوي دو فريناج، يعني هو اللي كيوفر ليا هذيك لا بريسيون دير باش يخدم بها السيستيم دو فريناج بنوماتيك. واخا دابا غادي نوقف هنايا وغندوزو ان شاء الله لثاني الاورغان، يعني دوزيام اليمون ان شاء الله، ونشوفو حتى هو لوغو ديالو البرينسيپ دو فونكسيونمون. نتمنى انكم نكون انني وفيت في الشرح، ولا كان دائما انا كان في انتظار الاسئله ديالكم، الا كان شي سؤال انا موجود، ولا كذلك كان شي اضافه ولا تصحيح لشي حاجه انا موجود، واضح؟ يلا شباب تبارك الله عليكم والله يوفقكم.